السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا حندرس اليوم الفصل السابع في الكتاب، مكتوب الفصل السابع. احنا ما ادري هو ملف رقم كم عندنا هنا. ترتيب العرض المادة حيختلف. احنا اخذنا زي الكتاب، بدأنا واحد واثنين وثلاثة زي الكتاب بالضبط، شايفين؟ هو انا معايا الكتاب، الفصل الاول والثاني والثالث زي الكتاب بالضبط، نفس التسلسل ونفس كله. يمكن شوية مختصر عن الكتاب. المهم طبعا احنا الاشياء اللي اخذناها، زي انت لو فتحت الكتاب الفصل الثالث وطليتي حتلاقي فيه يقول لك الاخطاء المحاسبية وميزان المراجعة. طبعا احنا ما اخذنا اخطاء محاسبية، فبالتالي ما عندنا الكلام ده. طيب الفصل بعد كده في الفصل الرابع، الرابع هذا القوائم المالية. لاحظي انت عندك الفصل الرابع والفصل الثامن في قوائم مالية، احنا حندمجهم مع بعض، الرابع مع الثامن، وحقول لك الدمج ده كيف حيكون وكيف شكله لما هنتكلم المحاضرة مو اللي جاية اللي بعدها على القوائم المالية. الفصل الرابع معانا مع الفصل الثامن، حندمجهم وحنشوف مع بعض كيف الدمج. الفصل الخامس هو تسوية حسابات المصروفات والإيرادات، ده حناخده بس حناخده بطريقة مختلفة شوية، وحنأجله يعني ما حناخده بس حنأجله شوية. إقفال الحسابات وإتمام الدورة المحاسبية، ده اللي ما هو معانا، القيد اللي هو فصل ستة ما هو معانا، قيود إقفال الحسابات وحسابات المصروفات. الفصل السادس ما هو معانا، السابع اللي احنا حناخده اليوم، الثامن حناخده كمان محاضرتين. النقدية في الصندوق والبنك، ده احنا بناخده واحنا بنشتغل حناخده، لكن ما راح ناخد في شيء اسمه مذكرة تسوية البنك، فما راح نطالبكم فيه، بس هو في الخطة تبعتكم موجودة، بس احنا كأستاذات المادة اتفقنا ما رح ناخده. فصل تسعة نجي فصل عشرة، ده حناخده. فصل 11 حناخده. فصل 12 محذوف ما هو معانا. فصل 13 معانا بس حيكون في جزئية بسيطة، يعني انتي في الملفات اللي حاطيك هي حتكوني عارفة ايش المواضيع اللي معانا، في جزء منه مو معانا. والفصل 14 ما هو معانا اكيد، ما هو من ضمن الخطة. ولا فصل 15. طيب اذا ستة مو معانا، ولا 14 ولا 15 في الكتاب ما هو معانا، ولا 12. اذا عندي كم فصل محذوف؟ عندي فصل ستة وفصل تسعة وفصل 12 وفصل 14 و15، ده من الكتاب ما هو معانا مرة. والاجزاء الثانية في معانا من الكتاب، لكن في شيء زي ما هي كلها بالكامل وشيء مختصر، لما حنيجي عندها حوضح لك كل واحد لوحده. نيجي الآن نبدأ اليوم محاضرتنا في موضوعنا. خلينا احنا حنبدأ اليوم المحاسبة مع المنشآت التجارية. خلاص معايا كلكم؟ الصوت واضح؟ هناخد احنا اليوم اللي هو الفصل رقم سبعة في الكتاب، واللي هو الموضوع رقم أربعة أظن عندنا ولا خمسة، اللي هو المحاسبة في المنشآت التجارية. نعمل مشاركة للصفحة، دي المشاركة اهي، ودي اللي هي معانا. كاتب لي من الكتاب من صفحة 237 إلى صفحة 264، 237 إلى 237 اللي هي في الكتاب. لو فتحتي عليها في الكتاب هتلاقيها هي الفصل إيش السابع من الكتاب، 237. طبعا أنت ملاحظة 237 إلى 264 حوالي 30 صفحة عندنا. طيب معليه يا عهود، المحاضرة اللي فاتت ممكن ترجعي تسمعيها طيب المحاضرة اللي فاتت ممكن ترجعي تسمعيها. ما هي مراجعة للفصل الثالث، المحاضرة اللي فاتت، المحاضرة اللي فاتت أخذنا فيها العملات المتنوعة اللي هي زيادة رأس المال، تخفيض رأس المال، وكان مراجعة بسيطة للنظام المحاسبي. طيب نيجي الآن نبدأ. تقول لي المحاسبة في المنشآت التجارية، كم أنواع عهود الفصل هذا الفصل اللي احنا بناخده، ده مكتوب الفصل السابع والملف رقم خمسة أتوقع عندك في ملفات الوورد. طيب كلمة منشآت تجارية، خلي بالك معايا، كلمة منشآت تجارية تعني ايه؟ احنا عندنا احنا انواع المنشآت قلنا من حيث طبيعة النشاط تنقسم الى ثلاثة انواع. فاكرين اللي قلت لك في الكتاب ذاكريها، وهي ما هي موجودة في الملفات، واظن حطيت لك اياها في شكل صورة، شوفيها في الكتاب
حتلاقيها في صفحة 27 في الكتاب، طبعا نتكلم عن الطبعة الثانية، الطبعة الثالثة موجود بس باختلاف الأرقام يمكن. في الطبعة في صفحة 27 بيقول لك أنواع الوحدات الاقتصادية وأشكالها القانونية، ففي عندك تنقسم الوحدة حسب طبيعة النشاط، وممكن نقسمها حسب شكلها والتنظيم القانوني ليها. فمن حيث طبيعة النشاط بنقسمها لوحدات نشاط تجاري، وحدات نشاط صناعي، وحدات نشاط خدمي. 3 أنواع. تجاري يعني إيه اللي إحنا هناخدها هنا؟ إن هي بتعمل عملية متاجرة في السلع، بتستورد أو بتشتري سلع وترجع تبيعها. طيب بتشتري السلع وترجع تبيعها، دي نشاط تجاري. نشاط صناعي اللي هي بتصنع، بتشتري مواد خام، بتشتري قماش وخيوط وأزارير وبتصنع ثياب، بتشتري خشب وفرميكة وبوي ومسامير وبتعمل غرف نوم، دي نشاط صناعي. النوع الثالث من المنشآت اللي هي النشاط الخدمي، اللي بتقدم خدمة زي المدارس الخاصة بتقدم خدمة التعليم، المستشفيات بتقدم خدمة إيش العلاج، محلات الحاسب الآلي، الصيانة بتقدم خدمة الصيانة، ورش السيارات بتقدم خدمة إيش السيارة أو تصليح السيارات، إذا في شيء بيقدم خدمة. احنا لما بنقول محاسب المنشآت التجارية، اذا احنا بنتكلم على منشأة بتشتري سلعة وبتبيع سلعة، بتشتريها وبتبيعها عشان تحقق ربح من البيع ده. طيب شركات التأمين بتقدم خدمة، ممتاز. اذا احنا تركيزنا اليوم في المحاضرة دي على العمليات في المنشآت التجارية، هي العمليات المتعلقة بمزاولة نشاط المنشأة من شراء او بيع وتهدف الى تحقيق ايرادات. اول عملية الشراء، ما معنى مشتريات؟ بيقول لي مصطلح يطلق على البضاعة أو السلعة التي تشتريها المنشأة بهدف إعادة بيعها وتحقيق ربح. أنواع الشركة، بيقول لي نقدا، يعني نقدا يا عن طريق البنك يا عن طريق الصندوق، بالأجل يعني على الحساب، أو الاثنين مع بعض، يعني زي التمرين اللي أعطيتكم هو في المنتدى أتوقع، اللي هو أو اشترى سيارة، أعتقد في المنتدى كان كده، اشترى سيارة وسدد نصف القيمة نقدا والباقي بشيك، هي نفس الفكرة دي. بس أخلي في بالي هنا المشتريات بطلقها لمين؟ على البضاعة أو السلعة. طيب إذا بيقول لي اشترت بضاعة، لما يقول لي اشترت بضاعة، الآن أنا كبرت وصرت أعرف إن اشترت بضاعة بسميها مشتريات، اشترت بضاعة أسميها مشتريات. طب واحدة جاية تقول لي قبل ما أنتقل وأكمل، لما أقول لك باع بضاعة أسميها إيه؟ باع بضاعة أسميها إيش؟ لما نشترى بضاعة أسميها مشتريات. برافو يا بشاير، لما نباع بضاعة هسميها مبيعات. طيب طب معليه، أنا بدي كده أجي في حتة كده بسيطة كده معليه وحمسحها بعدين. لو أنا جيت قلت هنا، قلت اشترى سيارة، أو قلت باع أثاث، شايفين؟ هل حقول عليها نفس الشيء؟ هنا اشترى سيارة حقول مشتريات، وباع سيارة أقول مبيعات. هل حقول نفس الكلام ده يا جماعة؟ أنا أو سألت قلت لك اشترى بضاعة قلت تسميها مشتريات، هل حقول اشترى سيارة أسميها مشتريات برضو؟ طبعا أنا حجاوب، أنت ما تعرفي الآن، حجاوب أقول لك لا 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 يا سميرة ولا يا بشرى، وأنا بقول أنا عارفة أنكم ما راح تعرفوا. ليه؟ لأن أنا بقول كلمة مشتريات مصطلح يطلق على البضاعة أو السلعة التي تشتريها المنشأة بقصد إعادة بيعها وتحقيق ربح. ولو أنا بتكلم اشترى سيارة، وأنا بتكلم على منشأة لتجارة المواد الغذائية، منشأة لتجارة مثلا الألبسة، بيشتري سيارة، هل السيارة دي هو شراها عشان يهدف إلى بيعها وتحقيق ربحه، ولا عشان تساعده في أداء نشاطه؟ أكيد تساعده في أداء نشاطه، بالتالي السيارة تعتبر أصل ثابت، إذا حقول السيارة زادت السيارة. طيب باع أثاث، برضو باع الأثاث هنا إيش حقول عليه؟ الأثاث برضو أصل ثابت، فما راح أقول مبيعات. إذا مصطلح مشتريات ومبيعات تطلق على مين؟ على البضاعة، نخلي بالنا من النقطة دي، شايفين؟ مصطلح مشتريات ومبيعات أطلقه على البضاعة فقط. لما يقول لي اشترى سيارة أو باع سيارة، هقول عليه أيوة دي أصول ثابتة، هقول السيارة زادت مدينة، السيارة نقصت دائنة، شايفين؟ إذا اشترى أو باع، عندي أول ملحوظة خليها في بالك. نيجي نشوف المثال، بيقول لي في واحد واحد اشترت بضاعة، إذا بأشر على كلمة اشترت بضاعة وأستبدلها بحساب اسمه مين؟ اسمه مشتريات. طب المشتريات يا جماعة مدينة ولا دائنة؟ مدينة، ولازم نحفظ طبيعتها. ليه مدينة؟ واحدة تقول لي يا أستاذة ليه مدينة؟
اقول لها البضاعة اللي عندك لما بتشتري بتزيد ولا بتنقص؟ لما انت بتشتري تنانير دولابك ايش يصير فيه، يزيد ولا ينقص؟ حيزيد، حنقول عليه مدين. طيب اذا انت احفظيها بالطريقة دي، انه المشتريات طول عمرها مدينة. ليه يا جماعة مدينة؟ لانها تعتبر مصروف صرفته، فلوس صرفتها، مصروفات مدينة. طيب اذا مصروفات دفعتها عشان ايش؟ نشاطي مقابل نشاطي، اشتريت بضاعة، ما بلاش تقولي مصروفات. اذا تبغي تقولي قولي مشتريات مدينة، لانها بتزود لي البضاعة اللي عندي، يصير مشتريات مدينة. اشتريتها من مين؟ منشأة التوريدات الحديثة بقيمتها 7000 ريال نقدا. اشترت نقدا، اشترت كده. لو انا جيت بحط سهم كده واوصل بين مين ومين، بين كلمة اشترت شايفتها وكلمة نقدا، شايفين السهم ده كده؟ السهم ده يساعدني احلل العملية على طول، سهل بالنسبة لي. ايش اشترت نقدا؟ طب لما انا بشتري نقدا احط نفسي محل المنشأ يا جماعة، ما هي لوغاريتمات دي، احط نفسي محل المنشأ. لو اشتريت سيارة، لو اشتريت فستان، لو اشتريت ساعة نقدا، محفظتي ايش يصير فيها؟ نقدا تعني الصندوق، صندوق يزيد ولا ينقص؟ صندوقي هينقص. طب الصندوق مدين ولا دائن طبيعته؟ الصندوق اصل، صح ولا لا؟ شايفين التحليل اللي زمان كنا بنستخدمه في كل عملية هحلل، عشان كده لازم نحفظه. الصندوق اصل، لما بشتري الصندوق بينقص حيصير طرف دائن. شايفين الصندوق نقص دائن، اذا القيد من حساب المشتريات الى حساب الصندوق. شرح القيد شراء بضاعة نقدا، واضحة؟ طب شوفي منشأة التوريدات الحديثة اهتميت بيها ولا عنت لي شيء؟ ليه؟ لانه خلاص انتهت العلاقة بيني وبينها، اشتريت منها بضاعة ودفعت لها نقدا، انتهت العلاقة، لن تظهر في دفاتري. متى حتظهر في دفاتري؟ لما اشتري منها ايش؟ على الحساب. ساعتها يهمني اقول لسه بتطالبني بفلوس. نشوف المثال اللي بعده. اشترت بضاعة من منشأة التوريدات الحديثة قيمتها كذا على الحساب. شايفين؟ على الحساب. هنا ما ننسى يا جماعة الشيء اللي احنا قلناه قبل كده. ايش قلنا احنا؟ فاكرين؟ كنا قلنا شراء تعني ايش؟ كنا قلنا شراء على الحساب. طبعا شراء على الحساب بيديني مين على طول؟ شراء ألف ونون بيديني دائنون. ما أنسى هذه العبارة، لازم أحفظها. شراء على الحساب هيعطيني دائنون. كلمة دائنون يعني ماذا نعني بدائنون؟ مبالغ مستحقة على المنشأة للغير. شايفين؟ على المنشأة للغير، دين على المنشأة للغير، نتج عن عملية شراء على الحساب. اشترط بضاعة، كلمة اشترط بضاعة دي كلها بعوض عنها بكلمة مشتريات، ومشتريات مدينة. بكم اشترتها؟ ب3000. على الحساب يعني شراء على الحساب دائنون، والدائنون دول ايه؟ هل هم اصول ولا خصوم؟ هل عندكم الان برضو لخبطة بين اصل وخصم؟ اصل يعني حقوق، خصم يعني ديون. ايوه، خصوم يعني دائن، يعني الدائن عندي زاد ويصير طرف دائم في القيد، يصير من حساب المشتريات الى حساب الدائنون. لازم اكتب اسمهم التوريدات الحديثة. شايفين؟ شراء نقدي واجل معا. شراء نقدي واجل يعني بشتري بعد بدفع له جزء نقدي وجزء بعدين. اشترت بضاعة من التوريدات الحديثة بقيمة 10000 ريال، سددت منها نقدا والباقي على الحساب. هنا أفصص العملية، أحللها. اشترت بضاعة بسميها مشتريات، خلاص اشترت بضاعة مشتريات. ليه؟ لأنه بقول مشتريات مصطلح يطلق على عملية شراء البضاعة. إذا مشتريات، طب المشتريات يا جماعة مدينة ولا دائمة؟ مدينة. بكم؟ أخلي بالي بالمبلغ الإجمالي، مشتريات مدينة بالمبلغ الإجمالي اللي هو مين؟ كل المبلغ الإجمالي مدينة بالمبلغ الإجمالي اللي قيمتها 10000 ريال. إذا المشتريات مدينة بالعشرة، سددت منها، دفعت منها نقدا، يعني الصندوق هنا ايش صار فيه؟ زاد ولا نقص الصندوق؟ لما اسدد من الصندوق ايش حيصير؟ حينقص. طب الصندوق ايش هو؟ مين تقول لي اصل ولا خصم الصندوق؟ الصندوق اصل او خصم؟ اصل، برافو. طبيعته ايش الصندوق؟ اصل طبيعته ايش؟ طبيعته مدين.
طب ولما انا هنا بينقص الصندوق، لما هينقص الصندوق يصير ايش؟ يصبح دائن. طبيعة مدين لما ينقص يصير دائن. طيب هينقص يصير دائن. الباقي كم الباقي؟ كم الباقي؟ 4000. الباقي 4000. طب اسجلها باسم مين الباقي؟ مين اللي بيطالبني فيها؟ شركة التوريدات الحديثة، اللي هي التوريدات الحديثة هم اللي بيطالبوني بيها بالأربعة. طيب إذا التوريدات الحديثة دول دائنون، شايفتهم دائنون، إذا هم خصوم، وطبيعة الخصوم دائن، وهنا الخصوم زادوا عندي، ما كان في أحد بيطالبني، الآن ظهروا عندي في الدفاتر، إذا زادوا بمبلغ 4000. إذا من حساب المشتريات شايفتها المبلغ كله مدينة بال10000 إلى مذكورين. حساب الصندوق بالمبلغ اللي خرج منه، وحساب الدائنون بالباقي. شوفي القيد هذا يطبق نظرية القدم الزوج ولا لا؟ ايش تقول نظرية القدم الزوج؟ كل عملية مالية لها طرفان مدين ودائن بنفس القيمة. شوف المدين هنا كم؟ 10. طرف الدائن إلى مذكورين، حساب وحساب 10 برضو ولا لا؟ 6 و4 10. إذا نظرية القدم الزوج صح، كل عملية مالية لها طرف مدين ودائن بنفس القيمة صح. هذا القيد نسميه ايش يا جماعة؟ قيد بسيط ولا قيد مركب؟ هذا القيد ايش نوعه؟ مركب. ليه قلنا مركب؟ ليه قلنا مركب؟ لأنه أحد أطرافه يتكون من أكثر من حساب، أحد أطرافه يتكون من أكثر من حساب، إذا ده قيد مركب. طيب شرح القيد الشرط بضاعة. شوفي هنا، معلش هذه شرح القيد بس خلينا نطلعه فوق شوية. شوفي ها الشرط أساس مبلغ 3000. شوفي أنا بديت مثال بسيط هنا برضو زي الأولاني اللي قلت لك، هو الشرط أساس مبلغ 3000 ريال نقدا. هل حقول مشتريات؟ الشرط أساس هل حقول مشتريات؟ لا طبعا، لانه هذا طب اسجل العمليه دي مين تقول لي كيف اسجلها؟ يمكن هي العمليه ما هي مسجله، كيف اسجلها؟ كيف اسجل العمليه هنا؟ ايش اقول؟ مين تقول لي مين الطرف المدين مين الطرف الدائن؟ الاساس مدين، برافو يا عليا، ايوه الاساس مدين لان اشترينا اساس. طيب والطرف الدائن مين؟ برافو، كلكم قلتوا من حساب، اذا ما اقول مشتريات صح؟ إلى حساب الصندوق، ممتاز. الحل هذا السؤال حيكون 3000 من حساب الأساس، حقول هنا شايفين كده الطرف الدائن شوية جوا، إلى حساب مين؟ الصندوق. إذا في فرق بين الشراء أساس وبين الشراء بضاعة. نفس الفكرة هنا، يقول لك الشرط بضاعة، ما قلنا مشتريات لأن الأساس أصل، من حساب حساب الأساس الأصل، الأساس أصل، الشرط أساس. بنفرق لما يقول لي الشرط بضاعة ولما يقول لي الشرط أساس. أيوة البضاعة اللي بتاجر فيها بسميها مشتريات، لكن الأساس والسيارة أو الأشياء دي كلها أشتريها عشان تساعدني في أداء عملي. انا الان عندي مكتب، عشان نفرض انه شركه من الشركات بتبيع اجهزه تلفزيون واجهزه كهربائيه، وفي عندها المكاتب اللي بيقعدوا عليها الموظفين، هل دي المكاتب دي هي كل شوي حتشتري وتبيعها، ولا بتفرشها واحده مره والموظفين بيقعدوا عليها الى ما شاء الله؟ طبعا الموظفين بيستخدموها، اذا ده يعتبر اصول، اذا ما راح اقدر اقول عليه ايش مشتريات، اذا حينذكر باسمه، اشترى سيارة، اشترى اساس، اشترى عقار، اشترى اجهزة حاسب آلي، حتنذكر باسمها. لكن لما يقول لي اشترى بضاعة اقول له دي البضاعة اسمها مشتريات، خلاص اشترى بضاعة اسمها مشتريات، والمشتريات مدينة من محلات السرور، سدد منها 2000 بشيك، الشيك يعني البنك نقص ب2000، والباقي اللي هو كم حيكون؟ 3000، حيكون محلات السرور دائنون زي المثال اللي قبله. طيب عندنا حالات متعلقة بالشراء، وزي ما زيها كمان حناخد حالات متعلقة بالبيع. حالات متعلقة بالشراء اللي هي مصروفات المشتريات، ويمكن انت تشوفي الشيء ده لو انت روحتي لمحمود سعيد، نفرض عارفين محمود سعيد عنده وارد دراجة، اهل جدة عارفين، ما ادري انتوا كلكم اهل جدة ولا في حد من برا.
لو أهل الرياض في عندهم مثلا هناك سوق عويس. طيب عموما لو انت رحتي سوق من الاسواق دي، لو رحتي ايكيا، طيب بلاش ايكيا، لو رحتي ايكيا واشتريتي منهم غرفة نوم، هل حيوصلوا لك اياها للبيت، ولا انت تحطي تجيبي سيارة وتحط تحمليها وتوديها للبيت؟ ما يوصلوها، لازم تدفعي لهم رسوم. اذا كانت بتوصليها تروحي انتي مدري كده محل جنبهم كده، تتفقي معاهم تدفعي لهم فلوس، او انك انت تجيبي ونيت عندك او سيارة، او انت سيارتك اذا الشيء اللي اشتريتيه قليل تحطي في السيارة وتروحي البيت. اذا هم ما يوصلوا. اذا مصروفات المشتريات دي لما تشتري شيء، اذا دفعتي معناته انت بتدفعي شيء زيادة على قيمة المشتريات، صح؟ اذا دي اسمها مصروفات المشتريات، بتحملها انا. طيب واسميها مصروفات نقل المشتريات، خلاص. قد يتحمل المشتري مصاريف نقل المشتريات، بهذه الحالة تسجل مصاريف نقل المشتريات في حساب مستقل عن قيمة المشتريات، نسميها ما نضيف القيمة، مش نسميها مصروفات نقل المشتريات. إذا كان التسليم في محل البائع، خلي بالك في عندنا شروط التسليم محل البائع والتسليم محل المشتري في اختلاف. يعني مثلا أديكي مثال، لو أنا رحت أيكيا واشتريت غرفة نوم، طيب لازم أدفع لهم، أروح اللي جنبهم كده محل وأديهم الفاتورة وأديهم هذا وأدفع لهم مثلا أظن 7% أو 10% ناسي من قيمة الفاتورة، المهم بياخدوها عشان يوصلوا لي هي للبيت ويركبوها. اتفقنا؟ إذا دي حسميها مصروفات نقل المشتريات. لكن لو رحت هابيتات وشريت منهم غرفة نوم، إيش حيقولوا لي؟ حدفع فلوس إضافية؟ لا، حيقولوا لي حنوصل لك هي في اليوم الفلاني ونركبها. إذا هنا حسب الشروط اللي عندنا، إذا التسليم في محل البائع حدفع أنا مصروفات نقل المشتريات، إذا التسليم محل المشتري ما عندي مصاريف يصير. اتفقنا؟ طيب نشوف المثال، بيقول لي بلغت مصاريف نقل البضاعة المشترى من محلات محمد سددت نقدا. إذا هو قال لي لا، مصاريف نقل البضاعة المشترى، إذا اسمها مصاريف نقل. طب المصروف طبيعته إيه يا جماعة؟ مصروف طبيعته مدين. خلي بالنا هو جانا شيء تاني حساب إضافي عشان يفرق، عشان يميز بين مدين ودائن. إذا بلغت مصاريف نقل البضاعة المشترى، أنا أختصرها شايف في ميم نقطة، يعني مصروف نقل المشتريات، البضاعة المشترى سميناها إيه؟ مشتريات. إذا مصروفات نقل المشتريات طبيعتها مدينة، أي مصروف طبيعته مدين، الرواتب مدينة، الإيجار مدين، فاتورة الكهرباء مدينة، فاتورة التليفون مدينة، مصروفات نقل المشتريات برضو مدينة، شايفين؟ سددناها نقدا يعني الصندوق نقص، الصندوق طبيعته مدين، ولما ينقص يصير دائن. إذا من حساب مصروفات نقل المشتريات إلى حساب الصندوق، واضحة؟ واضح؟ إذا يقول لي بلغت مصاريف وسددت نقدا، أو يقول لي، أو ممكن يقول لي هي مباشرة سدد مصروفات نقل المشتريات مبلغ كذا. إذا مصروفات طبيعتها مدينة، شايفين؟ من حساب المصروفات إلى حساب الصندوق، اتفقنا؟ طيب نيجي مردودات المشتريات، مردودات المشتريات. طيب خليني اديك مثال كده، مثال علي انا مثلا، نفرض كده انا رحت لمحل من المحلات طبعا اللي بيردوا، في محلات يقول لك البضاعة المباعة لا ترد، يعني معناته اخذها واتدبس فيها، يا اخذها وخلاص مقتنعة فيها، يا اما اتدبس فيها. طيب فاحنا بنتكلم عن المحلات اللي عندها السياسة هذه ان هي ترد. رحت عندهم واخدت النورتين وبلوستين، اتفقنا؟ اخدت النورتين وبلوستين ودفعت فلوسها، نفرض التنورة ب100 والبلوزة ب50، 200 300 ريال دفعت، البلوزة ب50 بلوستين ب100 والتنورة ب100، تنورتين 200 300 ريال دفعت، وجيت البيت قستهم لقيت تنورة وبلوزة حلوين وعجبوني، وتنورة وبلوزة ما هم حلوين مرة ومطلعين دبة أكتر من أنا دبة، لونهم مو ماشي، ما عجبتني أي 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 شيء، تفصيلهم ما طلع حلو علي، هعمل إيه؟ إيش حنعمل بدي الحالة؟ هاخدها وأردها، حردها ما عندهم شيء تاني، حردها. طب لما أنا أردها إيش حيصير في الفلوس؟ ايش حيصير في الفلوس؟ حيرجعوا لي فلوسي، صح ولا لا؟ حسترجع فلوسي. اذا لما اشتري، خلاص انا دفعت لهم ال 300، لما أنا اروح يقولوا لي التنوره 100 والبلوزه 50، تفضلي هذه 150 حقتك، واخذ بعضي واجي ماشيه. اذا لما اشتريت منهم نقدا حيرجعوا لي كاش، لما اشتري كاش نقدا حيرجعوا لي كاش، متفقين على كده؟
سيبك من الاستبدال دحين، احنا ما بنتكلم على الاستبدال، بنتكلم على المردودات دي كيف طريقتها. طيب انا ما راح اتكلم على الاستبدال، الاستبدال يعني انا كاني رجي وديتها وجبت واحدة تانية محلة، فخلاص ما احتاج اسجل في الدفاتر. لكن حسجل في الدفاتر متى؟ لما يصير عندي حرجع او حيصير في اختلاف. طيب في انا برضو محل فتح جنب البيت، نفرض محل فتح جنب البيت وصاحبه نعرفه، صاحبه مثلا صاحب المحل صاحب ابويا، نفرض ودخلت كده وتمشيت فيه لقيت عنده تنورتين وبلوزتين اخذتهم، برضو التنورة 100 100 والبلوزة 50 50 اخذتهم. طيب وما دفعت شيء، اخذتهم ما دفعت ولا ريال. معلي يا عمي محمد انا ما معايا دحين، خلاص اجيب لك اياه بكره او بعده ارسل لك اياه. خلاص يا بنتي روحي روحي وما في شيء. طيب اخذت التنورتين والبلوزتين ورحت البيت وقستهم، برضو عجبتني واحدة تنورة وبلوزة، ايوه دي على الحساب، عجبتني التنورة والبلوزة، وتنورة وبلوزة ما حبيتها. قمت خرجت تاني يوم من البيت ورحت المحل اللي جنبني، يا عم محمد شوف التنورة والبلوزة دي ما عجبتني، وهذيك خلاص تنورة البلوزة أخذتها. طب إيش حيسوي؟ حيرجع لي فلوس 150 حق التنورة التانية اللي ما عجبتني تنورة وبلوزة؟ هل حيديني قيمتها؟ أيوة شفت شايفين إيش حيسوي؟ إيش حيعمل؟ هو كان مسجل في الدفتر إنه أنيسة أخذت تنورتين وبلوزتين ب 300 ريال، إيش حيسوي في الدفتر؟ حيمسح الدين اللي عليه، حيحذف حينقص، حيقول ناقص التنورة وناقص هذا 150 يبقى الباقي عليها 150. إذا لما حيكون مشترياتي بالأجل يصير ردي حيكون إيه؟ تخفيض لهذا الحساب، تخفيض لهذا الدين. لما تكون مشترياتي بالدين حيكون ردي تخفيض لهذا الدين. واضحة الفكرة؟ واضحة الفكرة يا جماعة؟ طيب واضحة؟ الحمد لله. طيب نيجي نشوفها عملي. يقول لك قد تضطر المنشأة إلى رد جزء من البضاعة إلى الجهة البائعة إما لتلفها أو لوجود عيوب فيها أو لعدم مطابقتها للمواصفات. في هذه الحالة إيش بيقول لي؟ لابد من فتح حساب يسمى حساب مردودات المشتريات. إذا في هذه الحالة حسأفتح حساب أسميه حساب مردودات المشتريات، اتفقنا؟ إذا ما هو حساب مردودات المشتريات؟ هي عبارة عن بضاعة رديناها البائع ليه او الجهه البائعه اللي يقول تلفها او لوجود عيوب فيها او عدم مطابقتها للمواصفات. هذا الحساب يعمل على تقليل تكلفه المشتريات، وبالتالي لما المشتريات كانت مدينه يا جماعه هو حيكون ايش؟ دائن، لان انا بخفض المشتريات، شايفين؟ مشتريات مدينه، فبالتالي هذا الحساب حيكون في الجهه الدائنه. اذا طول عمر المشتريات مدينه مردوداتها ايش يا جماعه؟ دائنه. نشوف حالة رد مشتريات تم شراؤها نقدا. بيقول لي في 1 1، ايوه لما اشتريت من عم محمد انت تعتبري دائن. دائن لمين يا جماعة؟ لا عم محمد دائن لي انا، انا بالنسبة له مدينة. ليش هو دائن لي؟ يعني معناته هو دين علي، دائنون، هو بالنسبة لي دائنون، حيكون اسمه دائنون، بيطالبني بفلوس، دين علي. أنا بالنسبة لعم محمد حكون مدينون، ليه؟ لأنه هو بيطالبني، له حقوق عندي أنا، خلاص؟ المفروض أدفعله هي. يلا نيجي الآن نتكلم هنا، نشوف المثال. اشترت بضاعة من محلات البدر قيمتها 5000 ريال وسددت القيمة نقدا، شايفته؟ اشترت بضاعة هنسميها ايه؟ مشتريات، والمشتريات طول عمرها مدينة يا عليا احفظيها. اشترت بضاعة مشتريات طبيعتها ايش؟ المشتريات مدينة. سددت نقدا، سددت نقدا، نقدا يعني الصندوق، ولما بسدد صندوقي بينزل ولا بيزيد ولا بينقص؟ بينقص. طب هو الصندوق ايه اصل، والاصل طبيعته مدين، والمدين لما ينقص يصير دائن. اذا القيد من المشتريات الى حساب الصندوق، خلاص متفقين على كده؟ ده قيد اي يوم؟ يوم 1 1، ده قيد اول يوم. يوم 3 1 يقول لك ردت الى محلات البدر بضاعة لعدم مطابقتها المواصفات المتفق عليها.
كانت طالبة لون أسود، جاهة لون أبيض، كانت طالبة مثلا حجم لو احنا نتكلم على غسالة 5 كيلو، جاهة 10 كيلو، أي شيء. طالبة تنورة بليسيه، جاهة تنورة كسر، ولا تنورة عرفتي بأزارير، إذا أي شيء لعدم مطابقة المواصفات. قيمتها 1000 ريال. نبغى نثبت مردودات. طيب 5000 ناقص 1000 حديني 4000. ممتاز حسبتك يا علياء، بس ليش قلتي 4؟ مين هم 4000 دول؟ 4000 دي ايش؟ هل هنا في فلوس باقية علياء؟ هل هنا على الحساب ولا نقدا؟ العملية تمت نقدا. خطوة تبدي 5000 ناقص 1000 اعملها لما تكون على الحساب، اقول ايوه كم باقي، لكن شوفي العملية تمت نقدا. ما في مدينون هنا عندي، خلي بالك، ولا دائنون. ليه؟ لأنه سددنا القيمة نقدا. فبيقول لي ردت إلى محلات البدر بضاعة. كلمة هذه شوف اللي بالأصفر ده كله بنسميها مردودات مشتريات. طب عرفنا من فين؟ لأنه إحنا قبل كده اشترينا من محلات البدر، اشترينا مشتريات، يصير لما أرد اسمها مردودات مشتريات. كم قيمتها؟ 1000. طب مردودات المشتريات قلنا عكس المشتريات، إذا مردودات المشتريات حتكون دائنة، شايفة؟ طب مين حساب مين؟ ما قال لي، ما انا عارفة الطرف المدينة يا جماعة هنا، مين الطرف المدينة؟ مردودات اللي بالأصفر دي كلها مردودات مشتريات دائمة، طب مين الطرف المدينة؟ لازم كل عملية مالية لها طرفين مدينة. برافو يا بشر. طب ليش الصندوق؟ صح، هي العملية هنا كتب الصندوق من حساب الصندوق، طب ليش كتبتيه صندوق مدينة؟ ايوه، لانه لما بشتري نقدا، شايفين فاكرين لما قلت لكم رحت اي محل انا واشتريت النوره بلوزه ودفعت كاش ورجع لي فلوس كاش؟ لما بشتري كاش شايفته بشترى نقدا، حيرجع البضاعه حترجع نقدا. اذا الطرف الثاني قيمتها 1000 ريال، يعني كانه قال لك وحصل قيمتها نقدا، لازم تكوني فاهماها. وانا كتبت لك هنا بالاحمر، يقول لك قيد إثبات مردودات المشتريات هو عكس قيد المشتريات، عكسه مع إضافة كلمة مين، مردودات أمام المشتريات، صح؟ شوف القيد، المردودات عكسه، من المشتريات للصندوق المردودات حتكون عكسه، بس كلمة إيه حطيت كلمة مردودات قدامها. هو المبلغ طبعا اختلف حسب قيمة المردودات. نحفظها بدي الطريقة أسهل لك يمكن. كمان نشوف حالة رد مشتريات تم شرائها بالأجل. رد مشتريات تم شراؤها بالأجل، يقول لك اشترت بضاعة، برضو اشترت بضاعة هنسميها مشتريات مدين من محلات قيمتها على الحساب. شايفة كلمة على الحساب تخليني أجري أدور احنا اشترينا من مين؟ اشترينا من محلات البدر. طب لما اشتريت من محلات البدر يا جماعة، دي بتطالبني ولا أبغى منها؟ لما اشتري على الحساب معناته يبغوا مني فلوس ولا أبغى منهم أنا فلوس؟ لما اشتري على الحساب ابغى يبغوا مني، دائنون ليا، التزام عليا، دين عليا. ايوه، يصير اسمهم ايش؟ دائنون. شراء على الحساب معناته دائنون، يبغى هو مني يعني دين عليا، صح؟ يبغوا مني يعني دين عليا، يعني اسمهم دائنون. دائنون هم ايش؟ خصوم، والخصوم هنا زادت عندي يصير دائن، خصوم طبيعتها دائنة ولما زادت تصير دائن. إذا أقول القيد من حساب المشتريات إلى حساب الدائنون محلات بدر، متفقين؟ اشترينا منهم بضاعة على الحساب بالأجل بالدين. طيب ردت إلى محلات البدر بضاعة لعدم مطابقتها المواصفات. دي كلها الجملة اللي مظللة بالأصفر اسمها هي مردودات مشتريات. على أي أساس؟ لانه ردينا الى محلات البدر. طب محلات البدر اشترينا منهم قبل كده، اذا اسمها مردودات مشتريات. مردودات المشتريات مدين ولا دائن؟ بيقول لي هو عكس المشتريات، حتنقص البضاعة اللي عندي، حتنقص لي المشتريات، اذا حتكون دائنة عكسها. طب تكملتها ايش؟ شايفين؟ من حساب الدائنون. ليش قلنا من حساب الدائنون؟ لانه بنقول احنا قيد المردودات هو عكس قيد الشراء. شوفي قيد الشراء من حساب المشتريات الى الدائنون، المردودات تبعتها عكسه، كاني بقلب القيد، المدينه خليه دائن والدائن خليه مدين، بس ايش اكتب قدام المشتريات؟ مردودات. قيد اثبات مردودات المشتريات هو عكس قيد المشتريات مع اضافه كلمه مردودات امام المشتريات. ليه؟ لانه انا بقول دائما لما بشتري نقدا
المردودات تبعتي نقدية، لما نشتري على الحساب المردودات تبعتي تخفيض على الحساب. عمره ما يصير اشتري على الحساب يقوم يردوا لي فلوس كاش. فاكرين عم محمد والتنورة اللي اشتريتها منه؟ نفس الفكرة. اذا دائما الرد بيكون ايش؟ حسب طريقة الشراء. يعني بمعنى تاني بنقول قيد المردودات حيكون عكس قيد الشراء. واضحة؟ بكم؟ بقيمة المشتريات بس. دقيقة لو سمحت شوية. في صوت؟ ايوه. طيب اذا انا لما بشتري على الحساب حرد على الحساب يا جماعة. اذا اشترينا فين؟ هنا ردت بضاعة، احنا 3-1، ردت الى محلات البذر بضاعة لعدم مطابقة المواصفات المتفق عليها. الجملة اللي بالاصفر دي مظللة بالاصفر كلها عوضت عنها بكلمة مردودات مشتريات. ليش؟ على اي اساس؟ انه بيقول لك ردت الى محلات البذر بضاعة. زي لما قلت لك انا رديت الى عم محمد بضاعة، حطه في دفاتر البضاعة دي ايه؟ انا اشتريتها قبل كده منه. لما انا اكتبها في الدفاتر الحين هقول لي مردودات المشتريات. انا اشتريت قبل كده تنورتين وبلوزتين، والان رديت تنورة بلوزة، حكتب في الدفاتر ايه؟ حكتب مردودات المشتريات انه انا رديت تنورة وبلوزة. فنفس الشيء المنشأة دي اشترت بضاعة من محلات البدر، الان هي حترد الجزء من البضاعة دي لمحلات البدر، حتسميها مردودات مشتريات. دائما في المحاسبة انا لازم احدد مين الطرف المدين ومين الطرف الدائن في كل عملية. ليه؟ عشان اعمل القيد. مين الطرف المدين مين الدائن؟ حقول هنا مردودات المشتريات طبيعتها دائنة، دائما هي دائنة. طرف المدين مين؟ عملية الشراء كيف كان من المشتريات للدائنون، بيطالبني بفلوس ومن حرد له جزء من البضاعة، هل ما زال بيطالبني ولا نقص؟ هل ما زال بيطالبني ولا نقص؟ مفروض انه بينقص. طب الدائنون لما حينقص حيصير ايش؟ يزيد، يصير دائن ولا يصير مدين؟ الدائنون لما ينقصوا حيصيروا ايش؟ طرف مدين. شايفين؟ حيجوا طرف مدين. لما ينقصوا الدائنون حيجوا طرف مدين. اذا القيد من حساب الدائنون الى حساب مردودات المشتريات بكم؟ بالالف الريال. بالالف، من حساب مردودات الدائنون الى حساب مردودات المشتريات بالالف. اتفقنا؟ اذا قيد الرد هو عكس القيد. شوفي نفس القيد اللي فوق بس عكسه، ان الشريات كانت مدينة خليناها دائنة، الدائنون كان دائن خليناه مدين، عكس قيد الشراء بس حطيت كلمة مردودات قدام المشتريات. طب الآن بيقول لك سددت المبلغ المستحق لمحلات بدر نقدا بدون الـ4000، الـ4000 دي انت المفروض تحسبيها. بدون الـ4000 سددت المبلغ المستحق لمحلات بدر، كم المستحق لمحلات بدر؟ بدر اشترينا منهم بـ5، رجعنا عندهم بضاعة بـ1000، كسر كم باقي يبغوا مني؟ كم باقي لمحلات البدر؟ باقي 4000. من فين جبناها؟ 5000 اللي اشترينا منهم، شايفتهم كانوا بيطالبوني بـ5، لما رجعت لهم بضاعة بـ1000 نقص حسابهم عندي، يصير بيطالبوني بكم؟ بيطالبوني بـ4000. من فين جات الأربعة؟ 5000 ناقص الـ1000 يبقى 4000. شايفة؟ يصير سدد المبلغ المستحق لمحلات البدر نقدا. دي العملية اللي هي في يوم 5-1. اديكي انا شيء سهل يسهل لك ايش الحل. في شيء 100% انت عارفاه وعدى عليك كثير عارفاه وعدى، اللي لما يقول لك سدد نقدا، لما يقول لك سدد، طيب لما يقول لك سدد، شايفة كلمة سدد؟ طيب معلي ما ابغى اسويها كده، ما راح تزبط. يعني مو راضي. طيب مو مشكلة، أنا فهمتي فكرتي صح؟ لما أقول لك سدد نقدا أبغى أسوي قوس مش خط، قوس كده عشان أربط لك إدراج. شوفي أبغى أسوي نسوي القوس ده نشوف يمكن يضبط. سدد برضو القوس. طيب نسوي من هنا دي الناحية. طيب مو مشكلة خلاص، المهم فاهمين ايش بدي اسوي. طيب
ابغى اسوي من هنا كده اقول سدد نقدا، اسوي خط كده سدد نقدا، ايش تفهمي من دي العبارة؟ ايش تفهمي؟ سدد نقدا، هل مصروفات؟ خلي بالك يا وردة، لما احنا نحل بالتسلسل، لما احنا نحل تسلسل عمليات. انا العمليات تبعتي ماشية يوم 1/1، 3/1، 5/1، كل شغلي مع محلات البدر، اشتريت من محلات البدر، رديت بضاعة لمحلات البدر، سددت لمحلات البدر، فإذا بالتالي لما بسدد أنا ما بسدد مصروفات، بسدد المستحق علي لمحلات البدر، طيب؟ فما هي مصروفات. بس لما أقول لك سدد نقدا تقولي لي نقدا يا أستاذة يعني الصندوق، والصندوق يعني إيش؟ أصل، وهنا لما بسدد الصندوق بينقص، برافو. والصندوق لما ينقص حيكون مدين ولا دائم يا أستاذة؟ هتقولي لي الصندوق أصل طبيعته مدين، ولما ينقص يصير دائم. ممتاز، كثير بتحللوا كده، خلاص. إذا وإنت مغمضة عيونك وإنت مواثقة 100% يوم 5/1 حيجي في الطرف الداين الصندوق، يعني إلى حساب الصندوق بالمبلغ اللي خرج، شايفين؟ إلى حساب الصندوق بالمبلغ اللي خرج. من حساب مين؟ أكيد من حساب الدائمون محلات بدر. ليش؟ بيقول لي سدد المبلغ لمحلات بدر. محلات بدر في الدفاتر عندي إيش صار فيها؟ محلات بدر طبعا أنا ما بتكلم محلات بدر أخذت الفلوس وزادت صارت مدينة، خلي بالك أنا ما لي علاقة بمحلات بدر ومحفظتها وحسابها في البنك وخزنتها، أنا ليا بمحلات بدر في الدفاتر عندي. محلات بدر لما أخذت الفلوس، ايوه برافو يا بشاير، نقصت عندي ما زادت، نقصت. ليه نقصت؟ خلاص ما عادوا بيطالبوني، كانوا يبغوا مني 5 ورجعت لهم بضاعة ب1000، صاروا بيطالبوني ب4، الآن بسدد لهم ال4 دي، إذا حينقصوا في الدفاتر، هم بدأوا دائن شايفة، نقصوا بالمردودات والآن بينقصوا بالمبلغ اللي حدفع لهم، هو ما راح نرجع البضاعة كلها، حندفع لهم، هنا بندفع لهم يا علياء الباقي من قيمة المشتريات تبعتي. طيب بدفع لهم الباقي من قيمة المشتريات، هم نقصوا في الدفاتر عندي، خلاص ما عاد بيطالبوني. طيب أول عملية اشتريت منهم، ثاني عملية رديت لهم بضاعة، ثالث عملية اديتهم حسابهم اللي باقي عندي بيطالبوني ب4000، سلمتهم هي، اذا هم نقصوا من دفاتري. لاحظي لو انا بدي اقول لك سو اعملي لي حساب الدائمون، اعملي لي حساب ورحلي لي، ايش حتقولي لحساب الدائمون؟ كم رصيدهم؟ كم رصيدهم؟ 5000 دائم ولا 4000 مدين ولا حسابهم مقفل ليس له رصيد؟ ايش تقولوا لي؟ لو انا قلت لك افتحي لي كذا سطري لي حساب كذا على في الفراغ هنا، سطري لي حساب شكل حرفتي ورحلي لي الدائنون، هتلاقي الدائنون هنا دائن 5000، مدين 1000، مدين 4، اذا الحساب مع الدائنون محلات بدر دائن 5، مدين 1000، مدين 4، ايش هتلاحظي في حسابهم؟ كم مجموع جانب المدين وكم مجموع جانب الدائن؟ هتلاقي مجموع جانب المدين 5 ومجموع جانب الدائن 5، حسابهم مقفل، برافو عليك يا وردة، حسابهم مقفل وليس له رصيد، وهذا أبغاك تسويها واجب في البيت، افتحي لي حساب الدائنون ورحلي لي الثلاثة الدائنون دائنون دائن، رحلي في الحساب وشوفي، لأنه مقفل، لأنه الطرف الدائن هم دائن طرف دائن ب5 ومدين ب5، شوفي هنا مدين وهنا مدين، 1004 5، مدين ودائن 5، في الحساب مقفل ليس له رصيد. يا جماعة الكلام اللي احنا بنقوله في المحاضرة ارجعوا حلوا عليه ذاكروه، طيب ما يفضل الدفتر تبعكم مقفل من محاضرة لمحاضرة، لازم تطلعي الدفتر وتطلعي ورقة فاضية وحلي. ايش اللي فوق الجدول؟ اية فوق الجدول؟ اللي فوق الجدول اسمه حساب محلات بدر، اسم الحساب من فوق حساب محلات بدر، جانب منه جانب له، ورحل وشوفي. طيب احنا اخذنا الان المشتريات وقد تكون نقدية او على الحساب، اخذنا مصروفات الشراء، وانت عرفنا ان المصروفات دائما تكون مدينة،
أخذنا مردودات المشتريات وقلنا إذا كان البضاعة جاتنا فيها عيوب بردها. طيب علياء المحادثات الجانبية ما نبغاها. طيب وأخذنا مصروفات الشراء وعرفنا أن مصروفات الشراء دائما بتكون مدينة. نيجي الآن أخذنا مردودات المشتريات وعرفنا المردودات أنه دائما بتكون حسب طبيعة الشراء، إذا اشتريت نقدا يصير مردوداتي نقدية، إذا اشتريت على الحساب يصير مردوداتي تخفيض للحساب وبسدد المبلغ الباقي. نيجي الآن نتكلم على مسموحات المشتريات. مسموحات المشتريات يمكن تحصل كده، يمكن ما حصلت معاك، لكن في بعض المنشآت لو هي وصلتها بضاعة غير مطابقة للمواصفات، طلبوا مثلا ثلاجات وجابتهم الثلاجة مخبوطة من الجنب، يقولون لا رجعوها، يقولوا لا خلاص خليها واخصم لك 200 ريال، اخصم لك 500 ريال. وكانوا زمان اهلا كده المحلات دي اللي كانت فيها مفاصلة، لا شوف طايح ازراره، لا شوف مدري مين فيه التنسيلة هنا، لا راعيني الكلام ده، هذا بيسموه ايه؟ مسموحات مشتريات. بيسمح له اذا انه يخلي البضاعة عنده ما يرجعها ويخفض له مبلغ بسيط، اذا بنسميه مسموحات مشتريات. تعريف مسموحات مشتريات بيقول لك قد تقرر الشركة مشان ان تحتفظ بالبضاعة المعيبة او التالفة او غير مطابقة للمواصفات مقابل ان تحصل على خصم من البائع. شايفة؟ إذا مسموحات المشتريات هي الاحتفاظ بالبضاعة المعيبة والتالفة مع الحصول على خصم. طب كيف حتكون المعالجة؟ معالجة المسموحات حتكون شبيهة بمعالجة المردودات، المعالجة المحاسبية اللي أقصد بها القيود من وإلى. شايفة؟ المسموحات إذا تم الشراء نقد زي ما عالجت أي رد المردودات، حعالج المسموحات من الصندوق للمسموحات من الدائنون إلى المسموحات على حسب طريقة الشراء. طيب إذا أنا ما راح آخذ مثال على المسموحات، حنقول المعالجة المحاسبية أو نقول القيد كما إيش الـ 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 القيد كما إيش القيد في للمردودات. طيب إذا نفس معالجة المحاسبية، أو بلاش نقول كما، حنقول نفس المعالجة المحاسبية للمردودات. هي تعريفها يختلف لكن كمعالجة محاسبية حتكون هي نفسها. اتفقنا؟ بيقول لي ملاحظة، مع أن تعريف كل من المردودات والمسموحات يختلف إلا أنه يتم معالجتها محاسبيا بنفس الطريقة، بنفس الطريقة بنعالجها. وهذا مثال هنا إذا أنت تبغي تسويه بعدين، يعني ندخل في عمليات المبيعات. المبيعات، ما هي المبيعات؟ المبيعات بيقول لي مصطلح يطلق على البضاعة التي تبيعها المنشأة بهدف تحقيق الإيراد ويتم البيع بأحد الآلات. إذا أنا لما أقول لك باع بضاعة إذا دي مبيعات، لما أقول لك باع سيارة إيش اسمها؟ بيع أصل. إذا بالتالي ما راح تظهر باسم مبيعات زي لما تكلمنا عن مشتريات أول. إذا بنقول المبيعات مصطلح يطلق على البضاعة التي تبيعها المنشأة بهدف تحقيق الإيراد ويتم البيع بأحد الحالات التالية، إما نقدا أو بالأجل، نقدا أو بالأجل مع بعض. البيع نقدا، باعت بضاعة، شايفة بنسميها مبيعات، باعت بضاعة مبيعات. طيب وحصلت القيمة نقدا، باعت بضاعة اسمها مبيعات. طب لما تكون المشتريات مدينة لأنها بتزود لي البضاعة، هتكون المبيعات ايش يا جماعة؟ دائنة، لأنها بتخفض البضاعة اللي عندي. أو بمعنى آخر بنقول المبيعات تعتبر إيرادات، زي ما قلنا المشتريات مصروفات، المبيعات تعتبر إيرادات للمنشأة. إذا المبيعات تعتبر إيرادات للمنشأة. طيب حصلت القيمة نقدا، حصلت في الصندوق، الصندوق زاد صار طرف مدين من حساب الصندوق إلى حساب المبيعات. مين هنا اللي بيتكلم؟
انتوا بتتبادلوا الرسائل وانا بشرح يا جماعة. علياء مع مين تتكلمي؟ مع مين بتتكلمي علياء؟ طب هل ده وقته؟ بضاعة، لما ببيع بضاعة بسميها مبيعات وبفرق بينها وبين بيع الأصول. مبيعات، المبيعات عشان الجماعة اللي ما رح يعرف يفرق بين مدين ودائن، أربطها بشكل البضاعة عندي. أتخيل كده عندي مخزن، لما بشتري بضاعة بحطها في المخزن، مخزن يزيد أقول مدينة إذا مشترياتي مدينة. لما ببيع بضاعة باخذ البضاعة وبخرجها من المخزن أسميها مبيعات، وبالتالي مخزني فضي أسميه دائن لأنه نقص صار دائن. لكن هي الأسلوب الأصح في تفرقة بين في تحليلها إلى داء مدينة ودائن، إنه أنا بقول المشتريات مصروفات مدينة، المبيعات تعتبر إيرادات فهي إيرادات دائنة. المبيعات تبعتي قد تكون نقدا يعني صندوق او بنك، او قد تكون على الحساب يعني بالاجل بالدين، او الاثنين مع بعض. بيقول لي باعت بضاعة، باعت بضاعة، لما يقول لي باعت بضاعة حقول عليها مبيعات، والمبيعات دي ايش حتكون؟ دائن، لانه بتنقص لي البضاعة اللي في المخزن، او انه هي تعتبر ايراد فبالتالي المبيعات دائنة. حصلت القيمة نقدا، حتجاهل محلات التقنية الحديثة، حتجاهلها ما كأنها موجودة. ليه؟ لأنه أنا حصلت، لما ببيع بحصل. النقد أنت نرمز بيها لمين؟ للصندوق. نقدا نرمز بيها للصندوق، الصندوق في دي الحالة بحصل بيزيد. الصندوق طبيعته مدين، لما بيزيد يصير برضو مدين، يصير من الصندوق إلى المبيعات. المبلغ 8000، شرح القيد إثبات قيمة المبيعات. الاحتمال اللي بعد كده إنه أنا ببيع على الحساب، ببيع بالأجل، باع بضاعة، إذا باع بضاعة بسميها برضو مبيعات. مبيعات إيش هي؟ مبيعات دائنة. ليه؟ لأنها بتنقص لي البضاعة اللي في المخزن، أتخيلها كده البضاعة خارجة، إذا بسميها مبيعات دائنة. خلاص الى حساب المبيعات. لمحلات التقنية، لما قال لي على الحساب على طول ارجع وامسك محلات التقنية اركز عليها، يا ربي دول ايش، مدينون ولا دائنون؟ ارجع اطبق القانون اللي انا قلته قبل كده، بيع على الحساب اديني مدينون، بيع على الحساب اديني مدينون. طب المدينون دول انا مفروض افرقهم، هل هم اصول ام خصوم؟ اجي ارجع يا جماعة، برضو ما هي حفظ، طبقي على نفسك، حطي نفسك محل المنشأ. لو انت بعتي اسوارتك، بعتي ساعتك لصاحبتك سين، وصاحبتك قالت لك بكرة اجيب الفلوس، الفلوس اللي عند صاحبتك دي تعتبر حق ليكي ولا دين عليكي؟ بعتي على الحساب، الفلوس اللي عند صاحبتك هتعتبر حق ليكي، حق ليكي، اذا تعتبر اصول. إذا لما ببيع على الحساب حيكون عندي مدينون، والمدينون دول أصول، والأصول طبيعتها مدينة، ولما حبيع حيزيدوا المدينون، إذا حيكونوا طرف مدين في القيد من حساب المدينون. وخلي بالك الكلام ده إحنا ما هي أول مرة بنقوله، قلناه قبل كده في المحاضرة اللي فاتت والمحاضرة اللي قبلها كمان، إحنا بنشرح المدينون والدائنون واللي زاد ونقص وطبيعة الحساب، ما هي أول مرة. إذا باع بضاعة مبيعات، باع بضاعة مبيعات دائمة على الحساب، محلات التقنية يصير اسمهم مدينون، يصير من حساب المدينون إلى حساب المبيعات، ده بيع على الحساب. خلاص. بيع نقدي وآجل، ببيع اثنين مع بعض، ببيع اثنين مع بعض، بيقول لي باعت بضاعة، باعت بضاعة بسميها مبيعات، المبيعات دائمة إلى حساب المبيعات، أهو متأكدة. يبقى ادور على الاطراف اللي بعد كده.
باعت بضاعة بقيمتها كانت 8000، بس بت المبيعات بالثمانية كلها، ما لي شغل دفعت 5، دفعت 3، ما دفعت ولا شيء، أنا بكم مبيعاتي بثمانية، لأنه إذا ما دفع ما جو ما حصل قيمتها اليوم حصل بكرة أو بعده، يعني جيتني الفلوس جيتني. إذا مبيعاتي كم قيمتها 8000، وقد تم تحصيل 2000 نقدا. إذا حصلنا 2000 نقدا، يعني الصندوق زاد بكم؟ زاد بال2000، حصلنا 2000 نقدا، الصندوق زاد بال2000، الصندوق يصير مدين بال2000، والباقي 8000 ناقص 2000 دول يعتبروا ايه؟ 6000. 6000 دول ايش اسمهم؟ مدينون. شايفين؟ لانه انت ارتبطت بعملية بيع، باع مدينون، بيع مدينون، يصير محلات التقنية مدينون بال6000 من مذكورين حساب الصندوق، حساب المدينون الى حساب المبيعات. خلاص شوف القيد هذا اربطيه مع هنا. شوفي لما ببيع نقدا بقول من الصندوق للمبيعات، لما ببيع الحساب بقول من المدينون للمبيعات، لو بعت جزء كده وجزء كده حيصير الصندوق والمدينون والمبيعات في طرف، يعني كنا خلاصة، كنا جمعنا القيد الأول والثاني في قيد واحد هنا بالنسبة للبيع عن نقد والبيع الآجل. بنفس الفكرة هنتكلم على مين، او نقول مين مصروفات المبيعات. بقول مصروفات التي يصرفها البائع في سبيل تسويق مبيعاته، مصروفات نقل للخارج، بنقل البضاعة تبعتي البرة، اعلان عمولة بيع، مصاريف لف وتغليف، اي إن كان بسميها مصروفات المبيعات. طيب مصروفات المبيعات مدينة ولا دائنة؟ لازم تكون مدينة. خلي بالك كل المصروفات مدينة، سواء ارتبطت بمشتريات او بمبيعات، سواء ارتبطت بما ايش بمشتريات او مبيعات. ليش بقول لك الكلام ده؟ ليش بقول؟ لانه في بعض زميلاتك اجي اقول لها مصروفات نقل المشتريات مدينة، مصروفات نقل المبيعات دائنة، تقول لي صح. غلط، كل المصروفات مدينة، مصروفات نقل المشتريات مدينة، برضو مصروفات نقل المبيعات مدينة. ليه؟ لانها مصروف، مو عشان المشتريات مدينة مصروفاتها مدينة والمبيعات دائنة مصروفاتها دائنة. مفهوم الكلام ده؟ كل المصروفات مدينة، إذا ارتبطت بشراء أو بيع يعني سنقول مصروفات مدينة. بلغت مصاريف نقل للخارج اللي هي مصاريف نقل المبيعات 300 ريال، سددت بشيك، سددت بشيك، شيك يعني البنك، البنك نقص صار دايم، والمصروفات طبيعتها مدينة من حساب مصروفات إلى حساب البنك. واضح إلى هنا؟ واضح؟ طيب الحمد لله، في ناس تقول سهل لأنها مصروف، احنا نقول كل المصروفات مدينة، مصروفات مدينة والإيرادات دائنة، فأي مصروف هيكون مدين، لأنه احنا بنقول عندنا معادلة الميزانية، الأصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية، الطرف الأيمن من المعادلة مدين والطرف الأيسر من المعادلة دائن، ونعامل المصروفات معاملة الأصول يعني مصروفات مدينة، ونعامل الإيرادات معاملة مين؟ الخصوم، يعني هيكون دائن. هذه في أول ملف أو ثاني موضوع أخذناه في المحاضرة. لما أصرف خلي بالك أنا بتكلم على الدفاتر عندي. طيب لما اتكلم على الدفاتر عندي، انا بسجل في الدفتر عندي، لما بسجل خلينا نتكلم على مصروف من انواع المصروفات، خلينا مثال بسيط عليه اللي هو واضح للذهن اللي هو الايجار. لما بدفع ايجار شهر محرم واسجله في الدفتر، كم ايجاري؟ نفرض ايجاري 5000، لما حسجل في الدفتر انه سددت 5000 محرم، حكتبه 5000 صح؟ طب من اجي اسدد سفر بدي اكتبه في الدفتر، طب هل اسم الايجار، تكلفة الايجار في الدفاتر، قيمة الايجار في الدفاتر عندي حتزيد ولا تنقص؟ انا كنت كاتبه محرم، الان لما حسدد سفر حكتبه مرة ثانية، الايجار حيزيد ولا ينقص في الدفاتر؟ يصير عندي حساب الايجار حيزيد، لانه انا كتبت محرم الان حكتب سفر جنبه حيزيد. طب حكتب ربيع حيزيد يصير مدين، حكتب ربيع ثاني حيزيد برضو. اذا هو صحيح انا بدفعه بيروح عني، بينقص من بنكي، بينقص من نقديتي، لكن هو كحساب كتكاليف عندي في الدفاتر ايش بيصير فيها؟
حتزيد. شهر محرم ويجي عليه صفر وعلى ربيع وربيع وجماد وجماد ورجب وشعبان، لين ما تنتهي السنة حلاقي عندي في الدفتر 12 شهر إيجار مسجل في الدفتر، فبالتالي يزيد. فهو المصروفات طبيعتها مدينة، والإيرادات طبيعتها دائمة. نيجي الآن، شايف السؤال إن تعتبر مصروفات المشتريات مدينة بينما مصروفات المبيعات دائمة؟ خطأ. ليه؟ لأنه كل المصروفات حتكون مدينة. نيجي لمردودات المبيعات. مردودات المبيعات ومسموحات المبيعات آخر شيء ناخده، بعدين الخصم حناخده المحاضرة الجاية. مردودات المبيعات زي ما تكلمنا على المشتريات، مردودات المبيعات قد يرد العميل بضاعة إلى المنشأة البائعة نتيجة وجود عيوب فيها، طيب، أو تلفها وعدم مطابقتها للمواصفات، تسمى إيش؟ مردودات مبيعات. طب إيش طبيعتها حتكون يا جماعة؟ مردودات المبيعات مدينة ولا دائمة؟ زي ما قلنا في المشتريات، المشتريات طبيعتها مدينة، مردوداتها دائمة. المبيعات هنا إيش قلنا؟ لما تكلمنا عن المبيعات، المبيعات دائما دائمة، سير مردوداتها حتكون عكسها على طول، مردوداتها حتكون مدينة. طيب في حالة رد مبيعات تم بيعها نقدا، في يقول لي في واحد واحد باع بضاعة لمحلات الاستثمار قيمتها 5000 ريال وحصلت القيمة نقدا، باع بضاعة لمحلات الاستثمار قيمتها 5000 وحصلت القيمة نقدا. لما ببيع يا جماعة نقدا علياء لازم نفرق بين المشتريات والمبيعات. المشتريات مدينة، المبيعات دائمة. في عندنا شيء اسمه مردودات مشتريات ومسموحات. مشتريات حتكون دائمة عكس المشتريات. في عندنا مردودات مبيعات ومردودات ومسموحات مبيعات حتكون عكس المبيعات. حتكون شوفيها هنا تحت، انا كتباها اتوقع في خلاصة هنا اهي، في خلاصة في آخر الملف آخر المواضيع. المشتريات مدينة، مردودات المشتريات دائمة، مسموحات المشتريات دائمة، شايفة عكس المشتريات. المبيعات طول عمرها دائمة، مردوداتها ومسموحاتها حتكون عكسها، واضح؟ باع آلة الآلات طرف دائم، باع بضاعة المبيعات طرف دائم، اشترى أثاث الأثاث طرف مدين، ما راح أقول مشتريات، اشترى بضاعة المشتريات طرف مدين، نخلي بالنا. شراء على الحساب الديني دائنون التزام دين، خلاص. بيع على الحساب الديني مدينون بيع بضاعة، شايفته هنا في آخر الموضوع عندنا راجعي خلاصة ليكي انتي. نيجي نتكلم على المردودات. مردودات المبيعات زي ما قلنا على المشتريات هذه عكسها، زي ما قلنا على المشتريات لما بشتري كاش برد البضاعة كاش، ولما نشتري بالحساب يقوم يخفض الحساب. نفس الشيء لما حيبيعني، لما حبيع وردة، جهازين لابتوب أخذتهم وردة من عندي ودفعت لي فلوسهم كل واحد ب5000 5000، ولما راحت البيت ولقت واحد من اللابتوبات غير مطابق للمواصفات اللي تبغاها، هي تبغاها في سرعة معينة، تبغى في شيء معين، شاشة تاتش شاشة والكلام ده كله، تقوم تيجي تقول لي خذي اللابتوب اللي اعطيتيني هو، انا افتفات كاتبة انه انا بعت خلاص 2 لابتوب ب10000 ريال، كتبت من الصندوق الى المبيعات. ثاني يوم جاتني وردة قالت لي خذي اللابتوب ده ب5000 ما هو طابق المواصفات، حاخذ اللابتوب منه وايش اسوي؟ حاعطيها الفلوس، لان انا اخذت منها كاش حرجع لها الفلوس كاش في يدها، صح؟ صندوقي ايش حيصير فيه لما حرجع لها؟ حينقص، حيجي طرف دائم. طيب طب الطرف الدائم ده صندوق، طب مين المدين؟ حيكون المردودات المبيعات، لأنه مردودات المبيعات حتكون مدينة. طيب دائما دائما بالنسبة للمردودات المسموحات بيقول هي عكس العملية الأصلية اللي صارت، إذا كانت عملية بيع عكس العملية، شوفي عكسها كأني قلبتها، الصندوق كان مدين خليته دائم، المبيعات دائمة خليتها مدينة، بس أضفت كلمة إيش؟ مردودات، زي اللي ما سوينا مع المشتريات. بكم؟ بال1500، بالمبلغ اللي ردوه، بالبضاعة قيمة البضاعة اللي تردت.
نفس الحكاية لما يكون بيع بالأجل. الآن أنا بعت لي وردة 2 جهاز حاسب آلي كل واحد 5 5، وقالت لي يا أستاذة بكرة أجيب لك الفلوس. لما جاتني ثاني يوم قالت لي خدي هذا اللابتوب، ما هو كويس، مو طيب، مضمون الشيء اللي أنا أبغاه، حاطيها ال5 آلاف ولا حاشطب في الدفتر عندي أقوم أقول لها خلاص إذا حنشيل 5 يبقى عليكي 5، أعطيني هي، إيش حيصير؟ حاشطب ال5، حلغيها في المحاسبة، أعكس القيد في المحاسبة، أعكس كانت هي مدين من حساب المدينون للمبيعات، حكيتها تصير إلى المدينون من حساب مردودات المبيعات، شايفة حعكسها من مردودات المبيعات إلى المدينون بقيمة البضاعة اللي حترجع. باعت بضاعة اسمها ايش؟ مبيعات، والمبيعات طبيعتها دائن، خلاص باعت بضاعة مبيعات دائن إلى محلات الاستثمار على الحساب. لما تجيني كلمة على الحساب أفتح عيني وأرجع مرة ثانية في العملية وأدور أنا بعت لمين؟ للي محلات الاستثمار. إذا عملية بيع على الحساب يصير محلات الاستثمار مدينون، المدينون دول أصل، والأصل طبيعته مدين، وهنا زاد في الدفاتر حيكون مدين، يعني من حساب المدينون محلات الاستثمار إلى حساب المبيعات. دي العملية يوم 1/1. يوم 6/1 ردت محلات الاستثمار بضاعة. طب يا جماعة ردت دي يعني ايه؟ مردودات، انا عندي قبل كده جات ردت، هل هي مردودات مشتريات ولا مردودات مبيعات؟ ارجع اطلع فوق محلات الاستثمار ايش العلاقة اللي معاها؟ مبيعات، عشان دي اسمها مردودات مبيعات، شايفين؟ لان انا عندي كلمتين ردت، مرتين جاتني ردت، مرة اشترينا بضاعة وقال لي ردت، ومرة بعنا بضاعة وقال لي ردت. اذا ردت هذه ترتبط بالعملية اللي قبلها، هل هي عملية بيع ولا شراء؟ اذا هنا ردت محلات الاستثمار، اذا احنا بعنا المحلات الاستثمار، اذا دي اسمها مردودات مبيعات. مدينة ولا دائن مردودات المبيعات؟ قال لك هي عكس المبيعات، المبيعات دائما تصير دي عكسها مدينة. طيب الطرف الثاني قال لي شوف انت العملية ايش تمت، تمت على الحساب ولا نقدا؟ قال لي على الحساب. اذا قال لي خفض حسابهم، هم مدين خليهم دائم، شايفة؟ الى حساب المدينون بقيمة المردودات. طب بيقول لي حصلت المبلغ المستحق على محلات الاستثمار، حصلت كم المبلغ المستحق على محلات الاستثمار؟ هل هي 6 ولا 2000 ولا كم؟ كم باقي عليهم محلات الاستثمار؟ بعناها لهم ب6، كده كده فهمي نفسك، بعت لهم ب6 وردوا لي بضاعة ب2000، طب كم مفروض احصل منهم؟ هل دي صعبة يا جماعة؟ مفروض احصل منهم 4، فاهمين؟ اذا كده اشرح لنفسي وانا قاعده اقول بعت بضاعه، احط نفسي محل الشركه اللي انا شغاله الدفاتر، بعت بضاعه ب6 ورجعوا لي بضاعه ما هي تالفه ب2000 او غير مطابقه يعني ب2000، يصير ابغى منهم 4. طب يقول لي حصله بشيك، شيك يعني البنك، لما انا احصل في البنك، البنك اصل زاد مدين من حساب البنك الى حساب المدينون، لانه هم حينقصوا من دفاتري لما بيعتوني، معناته خلاص نقصوا من دفاتري، حشيلهم حلغيهم، هم مدينون اخليهم في طرف دائم في القيد، شايفة؟ بس اسمهم ما تغير، مدينون مدينون، بس جو طرف دائم في القيد الى حساب المدينون برضو، ملاحظين؟ اسمهم ما بيتغير، السكر خلاص دبسناهم بالدباسة مدينون، محلهم في القيد بيتغير، يجي طرف مدين، طرف دائم، طرف دائم. مسموحات المبيعات يا جماعة هي نفس الفكرة بنفس الطريقة، بس ايش؟ نفس القيود، بس انه ايه التعريف تبعنا مختلف. مبيعات نقدية برضو حقول شوفي على برضو المسموحات عكسه، بعنا من البنك للمبيعات، المسموحات من المسموحات الى البنك، شايفين؟ برضو في حالة المبيعات الآجلة نفس الفكرة، بعنا من المدينون للمبيعات، من المسموحات الى المدينون، ونحصل بعدين القيمة، وبعد كده تبدأي تشوفي خلاصة العملية. حوقف انا هنا، سؤالك يا عليا، ايش سؤالك؟ اية مثال؟ اية مثال يا علياء؟ حق المبيعات، ثلاثة أبواب اللي هي إيش؟
الرابع والخامس والسادس. الرابع اللي هو بيتكلم عن القوائم المالية، ده حناخده بعدين لما نتكلم على الفصل الثامن، حنجمع الرابع مع الثامن. طيب، الفصل الرابع بيتكلم عن القوائم المالية في الشركة أو في الشركات الخدمية، فهي تقريبا شبيهة بالقوائم المالية في المنشآت التجارية، فحناخدها مع الفصل الثامن، حناخدها مش المحاضرة الجاية، اللي بعدها. الفصل السادس اللي بتقولي عليه اللي هو اقفال الحسابات، ده قلنا احنا ما هو معانا، الفصل السادس مو معانا. الفصل الخامس اللي تسوية حسابات المصروفات والايرادات، حناخدها في يعني على الاخير كده، هنتكلم عليها في الاخير بعد ما نخلص القوائم المالية.